مشاهدي الكرام مساكم الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. حلقة اليوم راح نتكلم فيها على المجتمع. الإنسان لا يستطيع أبداً بأي حال من الأحوال أنه يعيش لوحده، ولازم لازم لازم يكون فرد صالح في هذا المجتمع، يقدم للمجتمع ويأخذ من هذا المجتمع أيضاً. لكن إلى أي مدى سيقدم هذا الفرد؟ الإنسان لما يكون في المجتمع يأخذ ولا يعطي؟ يأخذ بس يأخذ ويعطي. كيف؟ يعني يأخذ الأخلاق والقيم والمبادئ وكل شيء، يأخذ الحقوق كمان اللي له وعله في المجتمع. كيف؟ يعني أي حاجة مثلا له حق أن يأخذه يأخذه بطريقته، ولو على الحقوق كمان يجب أن ينديه، يعني أن يعطيه للمجتمع. تمام، يعني يندي أي حق مفروض عليه في الجامعة، في أي مكان على حق يواجب عليه أنه يدي. لو واحد طلب مساعدتك مساعده؟ أكيد لا. بمقابل ولا بدون مقابل؟ بدون مقابل. متأكد؟ إن شاء الله. طيب قل لي، عندنا مثلا في المجتمع أيتام، إيش اللي ممكن تقدمه لهؤلاء الأيتام؟ يعني كل ما تستطيع انت، كل ما تستطيع، يعني مثلا بالشكل اللي ايش يحتاجوا الايتام، ايش يحتاجوا الايتام؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى لو مسحت على راس اليتيم، يعني صدقه. الى اي مدى انت ممكن تقدم لمجتمعك؟ هل في حدود؟ ليس في حدود، انا ممكن اقدم مدى يعني العمر كامل في حياتي. ممكن، يعني ممكن تقدم حياتك من اجل المجتمع. ممكن. المجتمع اهم شيء في كل شيء. جميل جميل، شكرا لك. يعني زي ما سمعنا مشاهدي الكرام انه فعلا عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وبسلامة هذا المجتمع، نجد أنه في بعض الناس من يقدم حتى حياته من أجل بقاء وسلامة وأمن هذا المجتمع. ولو طلب منك مثلا أنك تقدمي أو تخدمي أيتام؟ أنا أصلا يتيم في الأصل، تربيت يتيم. صح أني شو قدم أني أرعي أيتام، لأن هذا الشيء جزي عليا دحين عليهم أكثر، لأن هذا يعني حاسب مصايب، حاسب مصايب، هم حاسب الحنون الذي فقدوا من قبل أبوي أو أمه إذا فقد إحداهما. إيش ممكن أن تقدمي لليتيم؟ اليتيم حاجة، لو قلنا، لو تكلمنا يعني إيش نحن بنقدم له، بنكون مقصرين بحقه، يعني الكلام ما يعطيش حقهم. الأيتام بحاجة إلى حنان من قبل المجتمع. ماذا يمكن أن تقدمي أنت لليتيم؟ ممكن إمكانيات مادية وإمكانيات مالية، التعاون مع المنظمات والمجتمعات الخيرية، المؤسسات الخيرية. سمعتي عن أم قشعم؟ أم قشعم؟ قشعم؟ قشعم، لا. مشهورة؟ ما تعرفين؟ لا. طيب خلنا برضو نسأل خوات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حاسك متحمسة؟ يعني 100,000 ريال. تمام إن شاء الله. حلوين؟ حلوين. أم قشعم من؟ ما أعرف إيش. نهائي. اليتيم، كيف يمكن أنت أن تخدم اليتيم؟ أن أكون بمثابة أمه. يا سلام، والله كلمة حلوة، والله كلمة رائعة، إنه يعني تكوني أنت بمثابة الأم له إذا فقد أمه، أو يكون الرجل بمثابة الأب له لو فقد الأب. والله كلمة مختصرة جميلة. أم قشعم؟ أم قشعم لا. أم قشعم يعني هي كان من تقع للرسول؟ لا. أنت محتاجة 100,000؟ على حسب. أم قشعم من هي؟ أم قشعم، أم قشعم. قشعم، ها؟ أم قشعم. قشعم سحرك. حسبنا أم قشعم. أم قشعم مني. من إيش؟ أم قشعم. قشعم. والله معلومة جديدة. لا. سؤال جديد. لا والله مو جديد، مشهورة جدا. ما سمعتي عنها؟ لا طبعا للأسف، من حالة التجارة بس، ما مالية فقط، ما سمعتش عن حاجة هذي. السؤال مش غريب يعني، بس إنه المعلومة من الآن مش عارف فيه بالآن. أم قشعم. أول مرة أسمع. يا جماعة مو معقول، أم قشعم، ما حد يعرف أم قشعم؟ لا.
أنا عني ما أعرفش أول مرة. ما تعرفيه؟ هي أنثى النسر. أم قشعم؟ أنثى النسر. أنثى النسر صح. تعالي تعالي، برافو ما شاء الله، إجابة ممتازة. أم قشعم أنثى النسر، يعطيك ألف عافية. الآن أنت خطوة على 100,000. ها هذه رجل حطيناها على 100,000، باقي الخطوة الثانية التحدي. إيشو؟ كيف علاقتك بالدجاج؟ ما أعرف الدجاج، كان من زمان حتى في معانا دجاج، بس حاليا كنت تربو دجاج؟ أيوة كان. والذبح؟ تذبح الدجاج؟ والله جربت. جربتي؟ أيوة. كيف شايفة نفسك في المجال؟ مش ممارس بس قربت يعني. طيب مهم، اسمك الكريم؟ أمة الرحمن طاهر محمد فاضل. أمة الرحمن، شوفي يا أمة الرحمن، الآن مهمتك حتكون كالتالي. معنا 20 دجاجة، حنروح ناخذهن، حتيجي تبيعيهن لزميلاتك، تقنعي زميلاتك يشترينهن، بشرط اللي زميلة من زميلاتك تشتري لازم تذبح. تمام؟ بعد كذا حناخذ الدجاج بعد ما ينذبح، وحنطلع على دار الرحمة لليتيمات، وتختاري من زميلاتك 3 يكونين يساعدين هناك، نسوي وجبة غداء لليتيمات. شو رأيك؟ جاهزة؟ أيوه. أوكي، فاصل، وبعد الفاصل لا تروحوا بعيد، ننطلق في الرحلة إحنا وأمة الرحمن، تابعونا. السلام عليكم. عليكم. الحمد لله على السلامة. شو وصلتي؟ ايوه. طيب الان حتاخذي العشرين الدجاجة من الاخوان رضوان. رضوان وعادل. رضوان وعادل الان بيعطوك العشرين الدجاجة، واحد منهم بيكون معنا على اساس يساعدونا في مسألة الذبح والسلخ، لانه متوقعين تحصل مجازر في الجامعة، فرحمة بالدجاج حيكون واحد منهم موجود معنا. تمام؟ إن شاء الله. يلا توكلي على الله، خذي العشرين الدجاجة ونمشي في صندوق، أنا أخذها في صندوق معك. نحن وأمة الرحمن أخذنا الدجاج، وأعتقد أن أمة الرحمن جاهزة حتبدأ الآن مهمتها بعد قليل. حقيقة هي صعبة، مهمة صعبة بلا شك أنها صعبة، ولكن أتمنى أنه توفق في هذه المهمة، وبالذات أنه هذا لسه الجزء الثاني، باقي الجزء الثالث في دار رحمة اليتيمات، فخلونا نتابع. فاصل وراجعين نبدأ إحنا وأمة الرحمن، لا تروحوا بعيد. الآن مشاهدي الكرام وصلنا للجزء الثاني، بداية الجزء الثاني من المهمة اللي هو بيع الدجاج والذبح. أوكي؟ جاهزة؟ إن شاء الله جاهزة. طيب تنطلق الآن أمة الرحمن في الجزء الثاني من المهمة،
دعواتي لك بالتوفيق ان شاء الله انك تتوفقي وان شاء الله تحصلي من زميلاتك اللي تعاونوا معك. انت ايش تتوقعي؟ اتوقع افوز ان شاء الله. أمت الرحمن معاك نصف ساعه بدءا من الان، تفضلي. من بتشيل الوحدة؟ يلا بسرعة خذيها كده. هاتي الألف. من بتشتري كمان؟ يا بنات لو سمحتي من بتشتري دقيقة بألف ريال عشان اليتيمات؟ عشان اليتيمات بنذبحها نطبخها نجيبها لليتيمات في دار الرحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شايفك أخذتي دجاجة؟ أيوة. بس المشكلة أنه اللي اشترى يذبح. أول مرة ما أعرف شذبح أصلاً. لازم تعلم اليوم. في حد يساعدني أما كذا ما أعرف. يعني معانا الجزار حيعطيك كورس سريع كذا على الذبح. إن شاء الله. خليها في يدك لما يكمل البقية عشان مرة واحدة نذبح. يلا. مشتركة ببرنامج تحدك في نص ساعة دقيقة بألف. بس بنذبحين ونطبخين نجيبها لليتيمات بدار الرحمة. كمان بتساعدنا بالذبح. على الاولاد شو اشتروا؟ ما في ضروري بنات. بساعدي عادي بتتعلمي. عشان اليتيمات يعني. اشتري. نذبحي عشان اليتيمات. اشتري شرف ذنب. لا لك. عشان اليتيمات. السلام عليكم. يمكن يا بنات تشترين دقايق هذا الدقايق بألف عشان اليتيمات بنذبحوا ونجيبوا مؤسسة الرحمة. كمان أنا مشتركة ببرنامج تحدث في نص ساعة. كيف؟ شباب. اشتركي يعني ببرنامج تحدث في نص ساعة دقايق بألف بنذبحها وبنجيبها لليتيمات دار الرحمة. مستقعين من الذب. السلام عليكم. معي برنامج تحدث في نص ساعة القناة السعيدة. وضروري أبيع 20 دقائق خذ دقائق بألف ريال. بنجيبهن لليتيمات ومؤسسة الرحمة. طيب يعني كذا حصل الدقائق كذا. أيوة لو بني بتساعدينا بذبحها وبعدين بنطبخها نجيب اليتيمات. اشتري. مؤسسة الرحمة. ما في شوفي أخذتوهن. يا بنات وانتن كمان. تعالي معنا معي برنامج تحدث في نص ساعة ضروري ب 20 دقيقة. الدقيقة بألف بنذبحها ونجيبها لليتيمات.